اهلا بكم مشاهدينا وهمزة وصل جديدة نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. شغب الملاعب ومشكلات شغب الملاعب التي ما زالت قائمة، هل يضع لها القانون الجديد حدود طبيعية وحقيقية؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه عليكم في حلقة اليوم، وهو سوف يظهر على الشاشة علم، وهو كيف يمكن تطبيق قانون الرياضة الجديد على شغب الألتراس؟ كيف يمكن تطبيق قانون الرياضة الجديد على شغب الألتراس؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في مشاركتكم إياه، ويمكنكم التواصل معنا بالعديد من الطرق في هذا الإطار، منها الاتصال الهاتفي عبر الرقمين الواضحين على الشاشة، ومنهم الرقم المختصر 1490 ورقم آخر هو 0920913 عبر هذين الرقمين يمكنكم التواصل معنا في موضوع حلقة اليوم، ويمكنكم أيضا التواصل عبر المواقع المختلفة على الإنترنت، منها فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكاي بي، وإنستغرام عبر همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي. دعونا نبدأ هذه الحلقة بتقرير عن موضوعها. أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قرب الانتهاء من صياغة ومراجعة قانون الرياضة الجديد وجاهزيته للعرض على اللجنة التشريعية ثم اللجنة العامة بالبرلمان للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. مصدر مسؤول أعلن أن قانون الرياضة الجديد بات جاهزاً وسيرى النور خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الانتهاء بشكل كبير من مراجعته، كما أن لجنة الشباب والرياضة تعقد جلسات عمل مشتركة مع أعضاء اللجنة التشريعية لضمان عدم وجود ثغرات في القانون. وأكد المصدر أن القانون يمثل نقلة كبيرة للرياضة المصرية ويساهم في عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، مشيرا إلى أنه تم وضع باب كامل خاص بالاستثمار الرياضي في قانون الرياضة الجديد مثل ما يحدث في كل أندية العالم، حيث تقوم الأندية بتأسيس شركات مساهمة مستقلة عن النشاط الرياضي لكنها تخدمه في ذات الوقت. ويعد هذا من مميزات القانون الجديد. من جانبه أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن وجود مواد تتعلق بالاستثمار في هذا القانون أمر جيد ويتفق مع المنطق، حيث أنه من الصعب أن تعمل الأندية دون أن تسعى إلى الربح. وأضاف أن تأسيس شركات خاصة بالأندية يساهم في توفير المزيد من فرص العمل. من ناحية أخرى، قامت لجنة الشباب والرياضة بإضافة عدة ملاحظات على القانون الجديد، من بينها أن يتم تشكيل مجالس إدارات الأندية من 9 أعضاء إلى جانب 2 من الأعضاء يختارهما وزير الشباب والرياضة، وضرورة أن تتضمن عقوبات شغب الملاعب على غرامات مالية بجانب عقوبة الحبس إذا أدى هذا الشغب إلى فوضى في الملاعب. ربما استعرضنا في سياق التقرير السابق أهم ملامح قانون الرياضة الجديد وأهم البنود التي جاءت به، وما هو سنعرضه بشكل موسع خلال هذه الحلقة التي تركز بشكل عام على الألتراس وأيضا شغب الألتراس. وربما كانت الثلاثاء الماضي واقعة حدثت من الألتراس حينما اقتحمت مجموعة منهم تدريبات النادي الأهلي بفرع مدينة نصر وقامت بالتعدي على عدد من اللاعبين والجهاز الفني. سنستعرض الكثير من هذه النقاط في هذه الحلقة، لكن دعوني أذهب إلى غرفة المتابعة الإلكترونية وإلى عبير شوشة تحديدا وأسألها ماذا لديك في موضوع حلقة اليوم. عبير، لدي الكثير من التعليقات بالطبع طالما نتحدث عن الرياضة، لكن في البداية مساء الخير ليكي، مساء الخير لمشاهدينا. يعني أكيد كلنا نرغب في عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات، لأن يعني مباراة دون جماهير ينقصها الكثير، ومن أجل هذا الهدف كان أو سيكون هذا القانون، يعني من أجل السيطرة على شغب الألتراس. فكيف سيقضي هذا القانون على هذا الشغب وكيف يمكن تطبيقه على روابط الألتراس؟ نعرف الإجابة عن طريق قراءة تعليقات حضراتكم.
البداية ستكون مع محمد العريشي. الحقيقة لن يجدي نفعا مع روابط الألتراس إلا القانون الجنائي، لأن معظم هذه الروابط تم استغلالها من قبل أعداء الوطن للتدخل في السياسة لتخريب الوطن استغلالا لطاقة الشباب صغار السن. أنا أقدر محاولة الدولة الحفاظ على شبابها وأنها مدت يدها لهم عدة مرات، لكن كل هذا لن يجدي نفعا. أنا أطالب بإصدار تشريع يغلظ العقوبة على كل من يخرب. نحن دولة قانون، وبدون تطبيق القانون بشدة لن تصل الدولة إلى حلول مع هذه المجموعات. عويضة عويضة، بالنسبة لكرة القدم نحن نعرف منذ نشأتها أنها كرة جماعية وأكثر جماهيرية، وسميت بهذا الاسم لأنها تجمع وتلم شمل الكل للتطلع والتلهف إلى وقت بدء المباراة للاستمتاع بوقت قصير يشغلنا عن هموم ومعاناة المجتمع الذي نعيش فيه الآن لصعوبة الحياة. أما بالنسبة لما حدث للنادي الأهلي العريق من كوارث في الفترة الأخيرة، فهذا لا يعني أن كل مشجعي الرياضة يتعاملون بهذا الشكل، وإنما هم قلة قليلة فقط. أيمن الأنصاري، نعم يجب علينا تقنين الألتراس الذي يساعد على عدم الشغب والجمهور أيضا من المواقف السلبية للألتراس بشتائم الأمن قبل 25 يناير. روح الرياضة هي الأخلاق الحميدة والمنافسة الشريفة، وفي ظل الظروف الحالية نحن ندعم القانون لأن الرياضة تأدب، والذي يحب ويعشق مصر عليه بالتفوق والنجاح وليس نشر الشتائم والأخلاق السيئة. أحمد مصطفى، هناك فارق بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، يجب التفرقة بين القوانين وطريقة تطبيقها. محمد المكاوي، ما عنديش مشكلة من القوانين، بس أنا عندي مشكلة في تطبيق القوانين. دايما بيكون في قوانين مفيدة ومفيش عائل بيرفضها سواء كان مؤيد أو معارض، بس المشكلة في تطبيق القانون. أحيانا يتم استخدامها لانتهاك حرية البريء، وأحيانا يتم استخدامها لتبرئة مجرم. عبد الناصر الحمدي، السلام عليكم. من يخطئ يحاسب بالقانون، لا أحد فوق القانون إن كان مشجع أو لاعب أو رئيس نادي أو مدير فني. قد حولها البعض من لعبة رياضية ترفيهية محترمة إلى مأساوية. إذن حسب التعليقات، القانون وتطبيق القانون هو الحل الأمثل لهذه المشكلة. كان هذا جزء من تعليقاتكم، في انتظار المزيد. والآن أعود إلى زميلتي مجدة. إليك مجدة. شكرا لك عبير على هذه المتابعة، سأعود إليك مجددا. الرياضة أخلاق كما ذكر أحد ضيوفنا الكرام من علقوا لدى عبير في هذه الفقرة. الأخلاق صعب أن نفرضها، لكن القانون قادر على أن يضع ضوابط ملزمة للعملية الرياضية وأيضا للألتراس في هذه العملية. أي أن القانون لم يوضع للألتراس، لكنه وضع لتنظيم العملية الرياضية بأكملها. دعونا نبدأ هذه الفترة المناقشة مع عدد من ضيوفنا الكرام حول كيف يمكن تطبيق قانون الرياضة الجديد على شغب الألتراس، وما هي الآلية المناسبة لتطبيقه، ما هي أهم المواد التي سيكون تفعيلها مناسبا للعملية أو الحركة الرياضية في مصر في الفترة القادمة ومناسب لعودة الجماهير للملاعب. سيكون معي من الضيوف الكرام اللواء أشرف أمير أمين الخبير الأمني، والأستاذ أبو المعاطي الزكي الناقد الرياضي. أرحب بالضيفين الكريمين وأبدأ الحوار مع اللواء أشرف أمين الخبير الأمني. سيادة اللواء، أهلا بك. أهلا بك فندم، بالسادة المشاهدين قناة النيل الأخبار. أهلا بك سيادة اللواء. قبل التفكير في مشروع لقانون ينظم العملية الرياضية إلى ما كانت ترتكز العملية الرياضية في مبدأي الثواب والعقاب، أولا اسمحي لي هو بس تحديدا هو يمكن النصوص التي يتم تعديلها أو وضعها في القانون الخاص بالرياضة المزمع يعني وضعه خلال الفترة القادمة، ويمكن بقاله يمكن مضى عليه أكثر من سنة أو سنتين بيحاولوا أن يخرجوا هذا القانون إلى الضوء، ولكنه يظهر الولادة متعثرة بعض الشيء. أيضا هذا البند الخاص بشغب الملاعب وليس للألتراس، يعني هو المحطوط الصياغة الخاصة بشغب الملاعب اللي احنا ننظر إليها كأمن، يعني نظرة يعني مترقبة ونظرة عن كثب، على أساس ان احنا عايزين نصل لحل اللي هو الحالة الموجودة. الحالة الموجودة احنا يمكن كان الطرح بالنسبة لنا في أوقات سابقة ان احنا لابد ان احنا نوزع المسؤوليات على المؤسسات الغائبة في هذا الإطار. بمعنى آخر إن هو القانون يضع مسؤولية للنادي الخاص
في الجماهير او النادي الذي له جماهير او نادي شعبي لابد يكون له مسؤولية وان يضع بعض القواعد الخاصة باستقطاب هؤلاء المشجعين بطريقة او اخرى حتى يتم وضعهم في الاطار القانوني. سيادة اللواء، هل تقصد ان النادي عليه ان يمارس نوع ما من انواع احكام السيطرة على المشجعين بعيدا حتى عن القانون، ام ان القانون يضمن حدوث هذا من قبل النادي؟ اولا القانون بيضع الخطوط العريضة وليس التفصيلات الدقيقة على كان ما يكونش فيه ثغرات معينة، لكن هو بيوزع الاختصاصات ايضا على الأندية الشعبية ببعض الجوانب الخاصة بمشاركة الجماهير ايضا في اتخاذ بعض القرارات الخاصة بشأن الرياض علشان يبقى عليهم سبوت معين ويبقوا اندر كنترول، يعني ده اللي نقصده ان هم تحت السيطره بطريقه اخرى. ايضا الاتحادات المختلفه للالعاب المختلفه عليها دور معين لتحديد القواعد الخاصه بالانضباط اثناء المباريات او كده، وعليها ان توقف هذه المباريات في حاله وجود بعض الشغب او مثل ذلك. الاستادات ايضا عليها دور، حتى الاطار الخاص بالتامين، الشركات المعدة للتأمين أو الحراسة، وده المتبع في الدول كلها أن في شركات أمن وحراسة هي التي تقوم بهذه الأدوار. أيضا يعني المنطوق غير يعني الغير المنظور، المنطوق للقانون شيء والناتج اللي احنا عايزينه من القانون أيضا شيء آخر. احنا عايزين أن احنا نستفيد بالطاقة الإيجابية لدى هؤلاء سواء بقى يسموا الألترس أو الروابط أيا كان مسمياتها، نطلع بناتج معين حتى يعني نخرج من اطار القصه بتاعه يعني يعني انا اريد ان افهم يعني اكثر وجهه نظرك سياده اللواء، هل هذا القانون مرضي من وجهه نظرك، يحقق ما كنتم تتطلعون اليه من الناحيه الامنيه ام لا؟ انا هقول لسيادتك حاجه، كان مشاركين في 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 تحضير هذا القانون أعضاء كثيرون، معظمهم كان برضو يعني أو بعض أعضاءهم كان من الجهات الأمنية، فإذا في حالة رضا في وجوده، لكن ليس فقط القانون هو فقط الذي يقوم بهذه المعادلة. لكن نعم نعم سيادة اللواء أشرف أمين، نعم سيادة اللواء أشرف، أنا بس أستاذة ماجدة بعد إذنك، أنا بس عشان ما يبقاش الكلام كده واخدين ربع أو نص، يعني في جملة لازم أكملها. يعني أنا أقصد إن هو لابد عملية التأمين الخاصة بالمباريات وقصة شغل الملاعب دي عملية مش فقط القانون هو الذي هينظمها، لكن القواعد واللوائح أيضا هي التي مكملة لهذا القانون. أنا سيادة اللواء أشرف أمين، أنا سأعود إليك مرة أخرى لأنني أريد أستوضح منك الكثير من النقاط فيما ذكرته لي، وخاصة في القواعد والنقاط التي يضعها النادي في قواعده ولوائحه تنظم هذا الأمر، تعتبر تكاملا مع القانون. لكن اسمح لي أن أستقيق معي الحوار وأذهب إلى ضيفي أيضا، وهو الأستاذ أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي. أهلا بك أستاذ أبو المعاطي. أهلا بحضرتك وبسيادة اللواء أشرف أمين أو الكابتن أشرف أمين أو المعلق الرياضي الشهير الكابتن أشرف أمين. اهلا بك استاذ ابو المعاطي. استاذ ابو المعاطي، اعتقد انك تابعت معي الحوار مع سياده اللواء اشرف امين، وهو يرى ان القانون وحده لن يفي بالمتطلبات التي نرغب في تطبيقها على فكره شغب الملاعب او الاحكام في العمليه الرياضيه، وان هناك قواعد يجب ان توضع من قبل النوادي لتنظيم تلك العمليه لضبط مشجعيها. مبدئيا في شقين لمعالجه هذا الامر. نعم. هو شق الحوار اللي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هؤلاء الشباب، وهذا لم يحدث. الرئيس يعمل وكافه الوزراء لا يعملون، لم يقم مدير الشباب والرياضه بفتح اي حوار، لم يقم وزير الاوقاف، لم يقم وزير التعليم، كل العناصر التي يمكن ان تؤثر في الشباب لم تقم بمهامها في هذا الجانب. وانا كان ليا كلام مع وزير الشباب في هذا الشان، فقال انا مش هقعد مع جماعه، انا بقعد مع شباب مصر دون تصنيف. فبالتالي الجزء الأول والأهم هو الحوار مع هؤلاء الشباب. نعم. وهذا غائب تماما رغم حديث الرئيس السيسي مرتين في هذا الشق. الجزئية الثانية وهي جزئية القانون، احنا مش هنجيب حاجة من بره ومش هنخترع حاجة. الهوليجانز لما ظهروا في انجلترا وأساءوا لإنجلترا، ومارجريت تاتشر كانت رئيسة الوزراء وقالت أن هذا عار على المملكة المتحدة أن يكون جماهيرها بهذه السلوكيات، وضعوا القانون. القانون لما بيتحط هو زي ما حضرتك قلت احيانا او الزميله قالت في رسائلها، هو احترام القانون هو الاساس في هذا الامر. طبعا بالقانون تستطيعي انك تنفذي كل شيء
مش هحط نصوص بس، هفعل هذه النصوص. بعد كده ايه اللي حصل في انجلترا؟ بقى الناس بتسلم على المدربين واللاعبين في ارض الملعب دون ان يتخطى احد السور، لانه عارف انه لما يتخطى في عقوبات عليه. العقوبات دي مذكور منها شق في القانون الجنائي وفي شق بالملاعب. حتى تكلمي ان قانون الشباب والرياضه هو اللي هيمنع ده، عفوا يا سيدتي، قانون الشباب والرياضه لا يحتوي على اي شيء لحمايه الجماهير. في قانون لحمايه الجماهير وضعه الوزير العمري فاروق وما زال حبيس الاضرار، والسادة القائمون في لجنه الشباب والرياضه وفي مقدمتهم المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنه لا يرغبون، وحط تحت لا يرغبون دي مليون خاص، في اقرار هذا القانون الشباب والرياضه في الوقت الحالي، رغم ان كافه مجالس ادارات الانديه والاتحادات اصبحت طيب يعني استاذ ابو المعاصي، استاذ ابو المعاصي لا انا هسمح لك تكمل كلامك ما تقلقش، بس انا عندي سؤال في كلامك، وهو انت بتقول لا نعم سوف اتركك تكمل لحظه واحده فقط، انا ما قلت لا يرغبون، لما لا يرغبون؟ يعني ما هي المصلحه في ذلك؟ هقول لك لما لا يرغبون. نعم. واحد، اصبحت كافه مجالس ادارات الاتحادات غير قانونيه من امس بانتهاء الدوره الاولمبيه في ذلك. اثنين، لا يرغبون لان مجالس ادارات الانديه الوزير العبقري المهندس خالد عبد العزيز عمل حاجه عبقريه جدا، قال لكل المجالس تظل اللي انتهت مدادها تظل قائمه، وفي مقدمتهم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه بقاله سنتين ونص قاعد بشكل غير قانون الى حين اقرار القانون، فهو بينتظر الظروف الملائمه والمناسبه لاقرار استاذ ابو المعاطي حتى يعتلوا الكراسي. استاذ ابو المعاطي، نحن ننتظر رد على ما تقوله، لان ما تقوله يدخل في عداد الاتهامات بشكل واضح لوزاره الشباب والرياضه. لو متابعه رياضه حضرتك، لو متابعه رياضه تعرف ان انا بقوله ده سليم مليار المية. نعم. واحد، مش بتهم حد، لا يعني عفوا، ده امر معلوم لاي حد في الوسط الرياضي. وعندك اللي هو اشرف امين راجل رياضي بالدرجه الاولى، ما هوش بس راجل امني، عارف الكلام ده. فبالتالي في مجالس ادارات انديه غير قانونيه، غير قانونيه، لان مدادها انتهى. في حاجه اسمها اللجنه الثلاثيه اللي هي بتاع اللجنه الاولمبيه الدوليه بممثلها الدكتور حسن مصطفى، اللجنه الاولمبيه المصريه والحكومه المصريه ووزير الشباب والرياضه، استقروا من سنتين ونص على هذا الشان، ان هم يعملوا قانون للرياضه. كان مفترض القانون ده ينتهي في مده اقصاها اكتوبر من العام الماضي، فلم يتم اقراره، قالوا ما فيش برلمان. لما يجي مجلس النواب، جه مجلس النواب وبداوا يعملوا جلسات استماع لهذا القانون ولم يتم اقراره ايضا ولم يدخل برلمان. هذه المناسبة اللي احنا فيها اللي هي اعتداءات الأسرة على لاعبي النادي الأهلي، أمر مهم جدا لإقرار قانون الشباب والرياضة وقانون حماية الجماهير. وأنا أدعو فريق الإعداد بتاعك إنه يجيب الوزير السابق العمري فاروق، هو اللي كان عامل هذا القانون لحماية الجماهير. فبالتالي لما القانون ده ما دخلش مجلس النواب، إذا يا سيدتي نحن نؤذن في مصر، لا أحد يسمع، لا أحد يرى، لا أحد يريد حل المشكلة، لا احد يريد وضع الضوابط. استاذ ابو المعاطي، استاذ ابو المعاطي، انا ساعود اليك. نعم انا اتفق معك، شقين لحل هذه الازمه، لكن ايضا ما تذكره هام ان هناك نوع ما من انواع التخاذل في التعامل مع فكره مناقشه القانون للوصول به الى ارض الواقع. فاسمح لي بالعوده للحوار مع اللواء اشرف امين الخبير الامني. سياده اللواء، ما رايك فيما سمعته من كلام؟ اولا اسمحي لي بس تعليق بسيط جدا، وارجو تتركي لي بس استاحه كده لمده دقيقتين علشان اخلص كلامي واستمع لاسئلتك. اولا بدايه الاخ العزيز ابو المعاطي زكي، انا اللواء اشرف امين، يمكن في تشابه في الاسماء، اي نعم رياضي، لكن انا كنت مستشار للسيد وزير الرياضه قبل وجود السيد الكابتن طاهر ابو دين، وكنت انا مستشار وكنت متخصص للقصه بتاعه الالتراس يعني وشغب الملاعب. ايضا كان في هذا التوقيت الخلاف الذي كان قائم بين اللجنه الاولمبيه والدوليه وبين مصر في تطبيق بعض القواعد او القوانين، وكان ينص فيها خلال فتره لابد ان هو يوضع قانون. وضع هذا القانون اجتمعت لجان مختلفه عشان نصل لجزئيه مهمه جدا، القضاء على شغب الملاعب. يعني كان موجود باب محدد لشغب الملاعب. نعم. يدخل بقى في داخله الالتراس وغيره وغيره. كان الدور اللي احنا بنعمله ايه؟ لابد ان احنا يتم التعامل مع الالتراس على انه كيان موجود، وانا مش هنواجهه بالعنف يعني، لكن احنا نستطيع ان احنا نجنده، ونستطيع ان احنا نخترقه، ونستطيع ان احنا نضعه في القالب القانوني علشان يبقى موجود بوضع مظبوط ونقدر نحاسبه، ويقدر ان هو يبقى في تعامل معانا جيد يعني. لكن طرق هذا الملف تماما، وكان الاهم من ذلك ان الشرطه هي اللي تواجه الالتراس، وهذا خطا كبير يعني. اللي احنا بنقوله دلوقتي في الوقت الحالي ان القانون لا يعالج هذه المسائل،
لكن هو القانون يضع النظم والقواعد التي تطبق من شأنها، وارد جدا انها تحد من هذه الامور. نعم. لكن مش هتقدر نقدر نقول ان احنا هذا القانون حيلغي الشغب اطلاقا، لابد يكون في طبعا صيغه حوار، لابد ان يكون في تفاعل. الادوار الغائبه للمؤسسات الغائبه لازم تتوضع علشان يتم ان نعم. احنا نقدر نسيطر نعم. على ان احنا مفيش حاجه اسمها حد يرمي حاجه من داخل الملاعب نعم. ويبقى في ادوار ونصف نعم سياده اللواء يعني انا اتذكر ان هذا الحوار فتح منذ اكثر من عام ولم يكن فيه جديد، يعني كانت حلقه هنا ايضا في همزه وصل حول فكره شغب الملاعب قبل الوصول الى فكره هذا القانون الذي كان فكره منذ عام تقريبا او كان في لبنته الاولى. استاذ ابو المعاطي وضع نقطتين هامتين وهما ان نحل مشكله شغب الملاعب حوار وهو غائب على الرغم من دعوه الرئيس السيسي لكافه الجهات المعنيه ان تبدا هذا الحوار، وحل قانوني وهو في تفعيل القانون وهو يرى ان هناك نوع ما من انواع التحايل لعدم تطبيق هذا القانون. ما هو ما هي وجهه نظرك؟ اولا احنا مين هيتحاور مع مين؟ ما احنا لابد تحط الاليه مين هيتحاور مع مين؟ هو مش قصه ان احنا نقول نطق الحوار فقط دون نحط له قواعد. بقى الحوار هم ممكن ما رضوش يتحاوروا معانا، يعني وارد جدا ما يحصلش حوار، ما لازم نتكلم بالمنطق. هذا الامور لابد ان يكون فيها تعامل بطريقه افضل، يعني انا اقول النادي اللي ليه جماهير اكيد مجلس اداره يستطيع ان يتحاور مع الناس دول، يعني كمجالس اداره بتاعت النوادي، لان ليها علاقات ولازم نفتح باب ان يبقى ليهم علاقات معينه، نوجد لهم لجان داخل النادي كجماهير، وارد جدا ونقدر نستطيع ان احنا نستقطبهم بطريقه زي اعتقد ان احنا نعلم جميعا ان بعض الشخصيات تبع الاخوان استطاعت انها تستقطبهم، يعني اذا الشيء مش صعب يعني وسهل المنال يعني كمان يعني. لكن الفكره الغائبه لدينا ان احنا مش عارفين نخصص مين يخاطب مين ومين يتحاور مع مين، دي اللي احنا بنتكلم عليها، ولابد توضع اليه يعني يقوم بها سواء وزاره الرياضه او غيره بان ازاي يتم ان احنا نتعامل. للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال مع لواء أشرف أمين الخبير الأمني الذي كانت لديه وجهة نظر في هذا الإطار مهمة في طرح فكرة أنه قد يصعب فكرة الحوار مع الألتراس لأن لديهم يعني وجهة نظر متشددة بعض الشيء. لا يمكننا الحكم على فكرة هل يمكن بدء الحوار أم لا مع الألتراس لأننا لم نحاول لم نجرب، فيعني فكرة يجب أن تفعل ثم نحكم عليها، يجب أن تلعب وزارة الأوقاف دورها في هذا الإطار، وزارة الشباب والرياضة دورها في هذا الإطار، ثم بعدها نحكم على هذه الفكرة. أنا أشكر الضيفين الكريمين في هذه الفقرة، سيادة اللواء أشرف أمين الخبير الأمني وأيضا الأستاذ أبو المعاطي زكي الناقد الرياضي، شكرا لكم. وأعود مرة أخرى إلى زميلتي عبير شوشة في غرفة المتابعة لأرى ماذا رصدت من آراء جديدة. ماذا لديك عبير؟ لدي مزيد من التعليقات التي تؤكد مجددا على أهمية القانون في هذا الموضوع بالتحديد. أبدأ بميلاد كامل، القانون يطبق على الكل لأنه لو لم يكن في قانون لا يكون هناك مؤسسات ولا يكون هناك دولة، القانون يحفظ حقوق الجميع. محمد منصور، إلزام الألتراس بالأخلاق الحميدة والسلوك الجيد لن يأتي بالقانون فقط، يجب أن يكون هناك دور لكافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ودور العبادة. ناصر سرور، الحل الأول والأخير حل هذه الروابط لما دخلوا في تعصب وتفرقة بين الجماهير عامة، والدليل على ذلك أن ما فيش مشكلة بتحصل في أي مباراة للمنتخب. أما أحمد الطيب، وما هو قانون الرياضة الجديد؟ على العموم لسه ما وصلش الصعيد، لما يوصل الصعيد هقول لكم رأيي، لكن الألتراس هذا منظمة تخريبية عالمية ولا أزيد. أكرم علي، لابد من تغليظ العقوبات ونشر قوانين على أبواب الملاعب والعقوبات التي تحدث بسببها، وأيضا لابد من كل نادي أن يختار رابطة تكون من الشباب المتعلم من سن أعلى من 18 عاما حتى 30 عاما مثل الأندية الأوروبية، ويتم أيضا الكشف الدوري على الحالة الجنائية لهم وسلوكهم، وبذلك يتم تنظيف الرابطات المشجعة. وأيضا من ناحية الأمن لابد من تواجد وتكثيف التواجد الأمني داخل الملاعب. عبد الراضي حجازي، تشجيع الرياضة لابد أن يكون لها طرق قانونية، الرياضة أهم ما يكون فيها الجماهير، لابد من وضع قانوني على الألتراس أيا كان مسماه. نأمل أن يكون القانون مرتبط بالشق الرياضي والجنائي معا لحماية التشجيع والمشجعين للرياضة أيا كان نوعها. وشكرا أسرة البرنامج، شكرا ليك أستاذ عبد الراضي.
أبو أدهم الحفني، مفيش أجمل من الانضباط وعودة الروح الرياضية المفقودة بحكم التغيرات والأحداث التي مرت بمصر في الفترة الأخيرة، تغيرت فيها الأخلاق والسلوكيات الحميدة، تحولت إلى عنف وسوء أخلاق لما نعرفها من قبل عن الشعب المصري العظيم. فأنا مع القانون بشرط تطبيقه على الجميع بكل شفافية وعدالة دون محاباة ولا تمييز بين جمهور وجمهور، من أجل عودة الانضباط والروح الرياضية من جديد. وشكرا. أحمد عماد موافق على شرط ما يبقاش تطبيق القانون على حساب الحريات. أما عادل أبو شنب، يمكن تطبيق قانون الرياضة الجديد على روابط الألتراس بتنفيذ القانون وبكل حزم. يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل من تسوي له نفسه بعمل روابط رياضية أو أي من المنظمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة، سواء كانت بالسجن أو ليس بالغرامة، ليكون عبرة لمن لا يعتبر وحفظ الله مصر. هيا كان هذا جزءا من التعليقات التي تؤكد مرة أخرى على القانون وأهمية يعني تنفيذه وتطبيقه بكل حزم وحسم. أقف هنا وأعود مرة أخرى إلى زميلتي مجدة. إليك مجدة. شكرا لك عبير على هذه المتابعة. الأهلي لم يحصل على بطولات في الفترة من 90 ل 94، وهذا موثق. الجماهير لم تفعل هذا في هذه الفترة، وهناك حالات كثيرة أيضا لم تفعل فيها الجماهير هذا في فترات كثيرة. عنف الملاعب معروف على مستوى العالم، ولكن حينما يصبح قوة ضاغطة بهذا الشكل الذي نراه، يجب أن نتساءل ما الذي خلف هذه القوة الضاغطة، ولماذا، وكيف يمكن ضبطها بشكل حقيقي، وهل القانون وحده يصلح في هذه الحالة، أم أن هناك أشياء وقواعد أخرى يجب أن تتم لعملية الحماية والسيطرة بشكل حقيقي. دعونا نطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا عبر هذه الفقرة، ومنهم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الأستاذ جمال الزهيري المشرف على الرياضة بأخبار اليوم. أرحب بالضيفين الكريمين وأبدأ الحوار مع المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان. أهلا بك. أهلا بسيادتك وأهلا بجمال بيه الزهيري. اهلا بيك. بحييه وبمسي عليه. حضرتك طبعا هو نعم باشمهندس، يعني كان يعني لو كنت قد تابعت هذه الحلقه منذ البدايه. تابعت. نعم تابعت. كان هناك حوار عن ان هناك قانون حبيس في الادراج لديكم، ماذا عن هذا الامر؟ نعم ان هناك قانون لتنظيم العمليه الرياضيه يختص ب هو اصلا نعم اصلا اللي حدث ده طبعا ملوش علاقه خالص بالرياضه وبالتشجيع الرياضي. نعم. وبالروابط الرياضية اللي حصل دي اعتداءات صارخة على الحرية الشخصية لناس وعلى منشآت، فبالتالي ده لا يقر أي نظام ولا أي قانون ولا أي شرع في الدنيا يقر ذلك. نعم. الحاجة الثانية إن اللي حصل ده مش محتاج نستنى قانون الرياضة ونستنى قانون شغب الملاعب ونستنى هذا الكلام. ما اللي يتعمل فيه إيه يا باشمهندس؟ ده ورد من أحداث ينطبق عليها قانون العقوبة، لان احنا شفنا بعينينا اعتداء على حريات شخصيه. نعم. اعتداء على افراد، اعتداء على منشات، استخدام العنف في تصرفات كثيره جدا. فاللي انا عايز اقوله ان احنا طبعا وجب تنفيذ قانون العقوبات على بغض النظر عن انتمائه ايه، بغض النظر عن هو كان بيعمل ايه، لكن اي انسان يستخدم العنف طيب ويبقى العنف ده هو وسيله للتعبير أو إن هو وسيلة للتشجيع، مفيش تشجيع أبدا بهذا الأمر. مهندس محمد فرج عامر يرى أن هذه الحالة تستوجب تنفيذ قانون أو تطبيق قانون العقوبات، ولا يتم الانتظار لحين إقرار قانون الشغب أو تنظيم العملية الرياضية. اسمح لي أن أستبقيك معي للحظات لأذهب لدكتور محمود كوبيش وهو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا، لأسأله عن تطبيق قانون العقوبات عن هذا على هذه الواقعة. أهلا بك دكتور محمود. اهلا وسهلا يا فندم واهلا. ان كنت قد سمعت معي مداخله المهندس محمد فرج عامر، فهو يرى ضروره تطبيق قانون العقوبات في هذه الحاله التي حدثت مع النادي الاهلي الثلاثاء الماضي، ماذا ترى وما هو راي قانوني في هذا الامر؟ لا يعني هي طبعا لا اضيف كثيرا الى ما ذكره المهندس فرج عامر. نعم. هذه الوقائع كما تدولت هي وقائع جنائيه يعاقب عليها قانون العقوبات، المهم هو تحديد مرتكبي هذه الافعال، لانه في مشكله كبيره جدا احيانا بتواجهنا في التنفيذ، انه يرتكب الافعال الاجراميه اشخاص وبالشبهات يؤخذ اشخاص
آخرون. هو دي اللي بتعمل مشكلة بعدين. يعني المسألة دي عايزة تحديد من ارتكب الوقائع الإجرامية تحديدا ويطبق عليه القانون. نعم. لا إذا نحن لسنا في حالة أو في حاجة إلى قانون الرياضة فوري لمعالجة هذا الأمر، لأن قانون العقوبات قد يفي بالغرض. إحنا عندنا مشكلة كبيرة نعم. جدا هي كلما طرأت مشكلة معينة في المجتمع نلجأ إلى أسهل وسيلة وهي إنشاء تشريعات جديدة وتعدد التشريعات، وده عمل مشكلة كبيرة جدا لأنه نفس الواقع أو نفس الظاهرة ينظمها العديد من القوانين، وهذا يخلق كثيرا من اللبس سواء لدى المخاطب بأحكام القانون أو القائم على تطبيق القانون. المشكلة إن إحنا عندنا قوانين عايزة تطبق دون إفراط ودون تفريط، دون إفراط ودون تفريط، لأنه القسر أيضا دون تحديد ودون ضبط قد يؤدي إلى نتائج أسوأ. يعني تطبيق القانون في حدوده وبضوابطه ليس أكثر وليس أقل. إذن العملية تراها يا دكتور محمود هي عملية فاعلية تطبيق القانون بشكل حقيقي. نعم. وليست نعم. عملية تشريعية في مجملها. بالضبط. أشكرك كثيرا دكتور محمود كوبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا على هذه المداخلة التي أضفت فيها. أعود هذه المرة للأستاذ جمال الزهيري المشرف على الرياضة بأخبار اليوم. أستاذ جمال أهلا بك. أهلا بك فندم. أستاذ جمال إن كنت استمعت معي لهذه الحلقة ستجد الكثير من الآراء. هناك من رأى ضرورة وجود قانون الرياضة الجديد الذي يرى أنه تأخر كثيرا، وهناك وجهة النظر القانونية التي رأت أن قانون العقوبات كافي وكفيل بأن يعالج مثل هذه المشكلات على أن يكون التطبيق هو الفاعل في هذا الأمر. ما هي وجهة نظرك؟ تحياتي أولا لحضرتك والمهندس محمد فرج عامر والدكتور محمود كوبيش. وأنا الحقيقة رغم أن أنا غير يعني لست قانونيا لكنني أرى بالفعل أن لدينا ترسانة من القوانين في جميع المجالات التي تحكم الحياة في مصر. ترسانة قديمة جدا. قد يكون هناك حاجة لبعض التطوير في بعض القوانين، ولكن لدينا قوانين، ولا لا أميل إلى الحديث عن قانون الرياضة الجديد على اعتبار أننا نعيش في فراغ. لا، القوانين موجودة والأحداث التي تقع والحوادث التي تقع في الملاعب المصرية بداية من أحداث استاد بورسعيد معروفة والأشخاص معروفين بالاسم ومصورين فيديو. أمال المشكلة فين يا أستاذ جمال؟ المشكلة في تفعيل هذه القوانين وتطبيقها على أي ما يكون. يعني لما نتكلم عن مشكلة هي تفعيل هذه القوانين أشعر أن يد الحكومة مغلولة لسبب ما، ما هو؟ لا، هي مش مغلولة، هو في نوع من الإهمال في التطبيق. يعني نحن لدينا قوانين في جميع المجالات ومع ذلك عندنا مثلا مشاكل كثيرة في الأراضي وفي الإسكان وفي جميع وفي المرور وفي جميع المجالات. المشكلة أن هناك بعض الأشخاص قد يتعاملون مع الأمور بشكل فيه نوع من عدم الاهتمام أو اللامبالاة. فده بيضاعف من الظواهر الاجتماعية السلبية الموجودة، بدليل أن عندنا مثلا وليس هذا غريب على أحد، عندنا أحكام كثيرة صادرة على ناس أجرموا في حق هذا المجتمع في جميع المجالات، ومع ذلك لا يتم تنفيذ الأحكام مش تنفيذ القوانين. نعم. إذن أنت أستاذ جمال الزهيري كمشرف على الرياضة بجريدة أخبار اليوم ومن خلال المتابعة تحكم على الأمر على أنه آلية تنفيذ حقيقية واهتمام بعملية التنفيذ تنضم لوجهة النظر هذه. أشكرك أستاذ جمال زهيري على وجهة النظر هذه، وأعود بالحوار للمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان. مهندس محمد فرج عامر، إذا ما هي قيمة القانون الجديد إذا كان لدي قانون عقوبات يمكن أن أطبقه إذا فعلته بشكل حقيقي
فكانت العقوبة واجبة وأدبت من يحتاج إلى الأدب، أين المشكلة؟ مهندس محمد فرج عامر، هل أنت معي؟ أعتقد أنني فقدت الاتصال مع المهندس محمد فرج عامر، على أن نعود للاتصال به مرة أخرى. دعونا نرى ماذا رصدت عبير من جديد هذه المرة. أيوة الحقيقة مجدة، يعني هناك من التعليقات يعني من يتخذ موقف ضد الألتراس تماما، وهناك الحقيقة من يرى أن يعني الألتراس هناك أعضاء كثيرون منه يعني يلتزمون بالقانون ويحترمون الرياضة، ولا يجب إطلاقا أن نرفع شعار الكل مخطئ. يمكن الحقيقة هذه هي معظم التعليقات أو ملخص لمعظم التعليقات التي جاءت في حلقة اليوم، ويعني دعيني على سبيل المثال أقرأ منها تعليق لأيمن الأنصاري: نعم يجب علينا تقنين الألتراس الذي يساعد على عدم الشغب والجمهور، وأيضا من المواقف السلبية للألتراس الذي يعني يتطاول على الأمن. روح الرياضة هي الأخلاق الحميدة والمنافسة الشريفة، وفي ظل الظروف الحالية نحن ندعم يعني أن يكون القانون حازم للغاية، لذلك من يحب ويعشق مصر عليه بالتفوق والنجاح. يعني كان هذا مجموعة أو كانت هذه مجموعة أخرى من التعليقات. أعود إليك مرة أخرى مجد. شكرا لك عبير على هذه المتابعة والحلقة معي، شكرا عبير شوشة. إذن في نهاية هذه الحلقة يمكن أن نقول أن مجمل الوضع هو دعوة لبدء حوار حقيقي دعا إليه الرئيس السيسي بالفعل مع الشباب من المشجعين من الألتراس، حتى وإن قوبلت بالرفض علينا أن نبدأ الحوار. تفعيل قانوني لمواد قانون العقوبات الواضحة، وإن كان الأمر يستدعي حقا فتفعيل قانون الشباب ووضعه في الفترة القادمة سيكون حلا رادعا على أن يفعل بشكل حقيقي وأن يجرم من يستحق التجريم في هذا الإطار. بقى لنا في هذه الحلقة سؤال حلقة الغد، وهو كيف ترى قرار وزارة القوى العاملة بالربط الإلكتروني للعمالة المصرية في الخارج؟ كيف ترى قرار وزارة القوى العاملة بالربط الإلكتروني للعمالة المصرية في الخارج؟ نحن في انتظار تواصلكم معنا بالرأي والكثير من الأفكار حول موضوع حلقة الغد. إلى أن نراكم في الغد حلقة جديدة نفتح بها همزة وصل دائمة بيننا وبينكم.